البارتي الاولى في لا فيديو الاولانيه ديال لا فورماسيون، ومن بعد غادي نشوفوا شنو هو البادجيت اللي غادي خصنا اللي غادي نحتاجو باش نبداو في الخدمه لا ميثود اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله في هاد لا فورماسيون. ومن بعد غنمشيو ديريكت للكرييت ستور ديالنا باش نكريو لي جيميل ديالو، غادي نكريو لي المسائل ديالو، ومن بعد غادي نمشيو ديريكت باش نكريو ستور ديالنا. إذن إخوان كيف ما شرحت لكم من قبل، فالسي ام اس كونتنت مانجمنت سيستم هو واحد لو سيستم اللي كيمكننا اننا نكريو فص منه لو سيت ويب ديالنا بلا ما نحتاجو ان تكون عندنا معرفه مسبقه بالكودينغ. كاين بزاف ديال لي سي ام اس بحال شوبيفاي وكوميرس، صعيب شويه خاطر كنخدموه بوردبريس. كاين ايكويت هو زوين، يو كان، كاين بريستاشوب، وكاين بزاف ديال لي سي ام اس اخرين، ولكن اللي مشهورين هما هادو. وعلاش غادي نخدمو بشوبيفاي؟ شوبيفاي كيكونوا عندها دي سيرفر لي زوينين بزاف وكيكونوا خفاف. بالنسبه للناس اللي عندهم لو بادجيت فيقدروا يخدموا بوردبريس، ولكن وردبريس صعيب شويه في الخدمه، الخدمه ديالو او الانستالاسيون ديال التيم ديال تيم فوس من وردبريس فصعيبه شويه على شوبيفاي، فشوبيفاي سهل بزاف من ووكوميرس. ايكويت هو سهل، يو كان المشكل ديالها انها ما فيهاش بزاف ديال لي تيم اللي نقدروا نخدموا بهم، فعندها تيم واحد. بريستاشوب هو زوين ولكن صعيب، هو صعيب شويه في الخدمه على الناس يلاه باديه. ففي الحاله ديالنا حنا غادي نخدموا بشوبيفاي. اذا ندوزو هاد لابارتي هادي. اذا الاخوان غادي نشوفو شنو هو البادجيت اللي غادي خصنا في الاول، فضروري خصنا واحد سمول بادجيت باش نبداو. بالنسبه البادجيت ما يكونش حاجه اللي كثيره، فبالنسبه لشوبيفاي سبسكريبشن، شوبيفاي اصلا كتعطينا واحد الفتره ديال 14 يوم فري نكريو فيها ستور ديالنا، ما كنحتاجوش انا نخلصو السبسكريبشن، ولكن من بعد ما كتسالي هذيك الفتره ديال 14 يوم فاننا كنضطروا اننا نخلصوا 29 دولار لكل شهر بالنسبه للفيرست بلان. اذا 29 دولار لكل شهر من وراء 14 يوم. غادي نحتاجوا الدومين نيم اللي هو نطاق، اسم النطاق اللي غادي نخدموا به. من بعد غادي نحتاجو ناخذ التيم اللي غادي نخدمو به بطبيعه الحال، وغادي نحتاجو ديزاين كونسيبشن اللي غنسمنا واحد لوغو كوفر و انستغرام. بالنسبه للديزاين كونسيبشن فكنظن ان كاين داري بزاف اللي ما يلقاوش مشكل في هذه القضيه، فغتجيهم سهله انه يقاد لوغو او فيسبوك كوفر و انستغرام لوغو، اولا تمشي غير الفايفر. فغادي تحتاج في التوتال غتحتاج بالنسبه للشوبيفاي سبسكريبشن كيف ما قلت لكم فغادي تخلص على 14 يوم غتخلص 27 دولار الشهر. بالنسبه للدي ان اس فغتحتاج تاخذوا من نيم شيب بالماكسيموم واحد 8 دولار او اقل الا خديتي دومين بحال ديال دوت شوب او دومين اخر. غتحتاج تخلص التيم. بالنسبه للتيم ماشي مشكل، فغادي نصيفطو لكم فور فري اللي باش تبداو، ما تحتاجش تاخذ التيم. والديزاين كونسيبشن اللي هو اللوغو، فحنا في هذا الفورماسيون ما غاديش نحتاجو اننا نخلصو لي فري ديال الادفرتايزين. ففي التوتال غتحتاج واحد في التوتال بعدا غتخلص غير 9 دولار ديال الدومين نيم وواحد 10 دولار ديال ديزاين كونسيبشن. اذا بالنسبه للبادجيت اللي غادي نحتاجو هو هذا. في لابارتي الثانيه ديال لا فيديو دابا غادي نمشيو ديريكت باش نشوفو كيفاش نقدروا نكريو ستور شوبيفاي ديالنا. غنحاول نشرح لكم هذاك الشيء ديطايي باش يجيكم ساهل ان شاء الله. اذا نشوفكم في لابارتي الثانيه ديال لا فيديو. اذا كيف ما قلت لكم الاخوان في لابارتي الثانيه ديال لا فيديو غادي نشوفو كيفاش نسيتابيو اولا نكريو ستور شوبيفاي ديالنا. فهو ساهل بزاف، ما غاديش نحاول نصعب عليكم الامور. غتجي لجوجل عادي ديال شوبيفاي، غتجي غتدخل لشوبيفاي دوت اف ار. اذا غتجي هنا وغادي تدخل الجيميل ديالك، فانا ديجا مكري جيميل ديالي. غتجي غتكري جيميل اللي غتخدم به في ستور وغتحطو هنا عادي. انا كري ديجا جيميل غير بور لو تيست فري كول شوبيفاي @gmail.com. غادي ندير اسي غراتويتمون. هنا غادي ندخل الباسورد ديالي، باش نديرو هاد الباسورد هذا. هنا غندير السميه ديال البوتيك ديالي. اذا فمثلا الاخوان انا مثلا هنا غنجي غندير فري كورس شوبيفاي، باش من بعد غادي نبدلها وغادي ندير نون دومين اللي غادي نخدم به او اسم النطاق كيف ما وريتكم من قبل في لا بريزونطاسيون ديال لا فورماسيون. اذا هنا ديجا واخد، باش نزيد ايكغيك هنا، ايكغيك واحده اخرى. اوكي هنا قال لك بلي ما نقدرش ناجوتي فيه شوبيفاي، باش ندير هنا فري كورس، نزيد اس واحده اخرى او ندير او واحده اخرى، ماشي مشكل. هنا غادي ندير غير اي سميه في الاول غير بين ما كرييت ستور ديالي، خاطر انا باقي ما شاري لا نون دومين لا والو. بغيت نمشي معكم ستيب باي ستيب باش نوريكم كيفاش كتشري نون دومين، كيفاش تقدر تلينكي الستور ديالك، كيفاش انستالي التيم وكاع هاد المسائل هادو، باش حتى نتوما تمشيو معايا ستيب باي ستيب. اذا غنجي غندير كري لا بوتيك ديالي، فساهل بزاف. هنايا ها هو دابا ستور كيتكريا،
اذا من بعد ما كيتكري ستور ديالي كيطلبوا مني عادي انني نفيريفي الجيميل ديالي. غنمشي هنايا ندخل الجيميل باش نفيريفي الايميل ديال الايميل اللي غادي يوصلني من بعد ما غادي توصلني لا كونفيرماسيون ديال شوبيفاي. اذا هنايا كتجي كدير جو فون دي برودوي مي با اون لين. هنا هنا اون بيرسون هنا ولا دير اون لين اونيكمون. هنا دير مثلا في الاول ما بين 5000 و 50000 درهم. وهنا مثلا انت شمن نيش غادي تخدم عليها. مثلا في الحاله ديالنا مثلا نديرو الالكترونيكس او نديرو ريستورانس. نديرو مثلا ريستورانس ندوزو من هنا. هنا كتدخل لي زانفورماسيون ديالك اللي هما السميه كنيه لادريس وكاع المسائل الاخرين. لما غادي نحبس لا فيديو باش ندخل هاد لي زانفورماسيون من بعد ندوز هاد ستيب هادي. اذا من بعد ما دخلت كاع المعلومات ديالي فغندوز لا بوتيك ديريكت. فكيف ما شفتو لا كرياسيون ديال ستور شوبيفاي فهي ساهله بزاف ما كتحتاجش منها الوقت. الوقت اللي كتحتاج منه هو انا فاش كنكريو لا بوتيك وكنانستاليو التيم ديالنا فكنحتاجو شويه ديال الوقت باش نقدروا نديرو ليها سيت اب. اذا كنتسناو باش ندوز هاد ستيب هادي. من بعد كيف ما شفتو الاخوان دابا لا بوتيك ديالنا راه تكريات. اذا من بعد اول ستيب كنديرو من بعد لا كرياسيون ديال البوتيك ديالنا هي كنمشيو كنعزلو بلان. هنا كنديرو سيليكت بلان او لا سيليكسيون دان فورفي حقاش هنايا عاطيني عاطيني بالفرنسي. هنا غادي نجي هنا عاطيني انويال. هنا غنجي ندير مونسيال كيف ما شفتو 29 دولار ولكن من ورا 14 يوم. نديرو شوازير. بالنسبه للناس اللي عندهم ديجا مكريين الباي بال فغادي تلينكي غير الباي بال ديالك لينك ستور غير الباي بال ديالك باش يتحل اولا لينكي الفيرتشوال كريديت كارد كيف ما شرحت في لا فورماسيون ديال اي باي من قبل كيفاش نقدر نكريي ويز وكيفاش ناخذ فيرتشوال كريديت كارد. وكذلك معلومه اخرى ان شوب بايونير عطات لو سيرفيس ديال الفيرتشوال كريديت كارد هي ان كتمكن لك انك تكريي وسط منها فيرتشوال كريديت كارد. وهذيك الفيرتشوال كريديت كارد اولا هذاك الباي بال كتجي وكتلينكيه للستور ديالك عادي باش كيقدر يتاكتيفا. اذا في الحاله ديالي انا غادي نلينكي ان شاء الله الباي بال. اذا في الحاله غادي نجي هنا غنعزل باي بال غندير باي افيك باي بال غنمشي غيتحل ليا الفونيتر ديال باي بال عادي جدا غادي نلينكي الباي بال ديالي. فبالنسبه لهاد الفورماسيون فما غنحتاجوش اننا نستعملو سترايب او شي بايمنت جيت واي واحد اخر فباي بال كافي. فاليدي اي كونتينيي. اذا ها هو دابا راه باي بال تكونيكتا ليا الاكونت ديالي. اذا من بعد هنا كتاكتيفا ليا هادي كندير ديماري لو فورفي باش يتاكتيفا ليا البلان ديالي صافي. هنا شوبيفاي كتكون اكتيفات ليا ستور ديالي من بعد ما كنأجوتي الميثود دو بايمون في ستور ديالي فكتكون اكتيفات ليا لو ستور. الوغ انا نحتاج نتسنى اللودين ديال هادي يكمل باش انني نبدا في لا كونفيغوراسيون ديال ستور ديالي. اللي غتبدا باول حاجه هي خاصنا نمشيو نعزلو النيش اللي غنخدمو عليها. فهادشي اللي درنا دابا هو البيزيكس ديال كرياسيون ديال ستور شوبيفاي. من بعد كنمشيو كنعزلو النيش اللي غادي نخدمو عليها باش على اساس ديالها غادي نمشيو غادي ناخدو دومين نيم ولا اسم النطاق اللي غادي نخدمو به ستور ديالنا. اذا الاخوان من بعد هاد لي طاب هادي اللي كرينا فيها ستور ديالنا غادي نمشي لواحد ستيب وحده اخرى اللي غادي نشوف فيها كيفاش نقدر ناخذ نعزل النيش اللي غادي نخدم بها ان شاء الله. اول حاجه غادي نمشي غادي نجي لهاد لو سيت ويب هذا نيش هاكس وغادي نمشي للنيش ماركت هاد لو سيت ويب علاش ندخلوا ليه باش نشوفوا كاع لي نيش اللي كاينين. وكذلك ما يمكنش نجيو نكريو واحد لو ستور وحنا ما عارفينش النيش اللي غادي نخدموا عليها. اذا الاخوان كيف ما قلت لكم فهنايا اللي بغينا الا بغينا نتاسبيراو ونعرفوا شنو هما النيش اللي خدامين مثلا وما كانش عندنا واحد الفكره في راسنا فكنجيو لهذا السيت هذا نيش هاكس كندخلوا ليه وهنا كناخذوا فكره على كاع لي نيش اللي كاينين. فغير هو ضروري خاص يكون عندنا واحد التصور على النيش اللي غنخدموا عليها مثلا يكون عندنا واحد التصور جينيرال على النيش ديالنا وعا باش نشوفوا ديك الساعه في سو كاتيجوري ديال ديك النيش. ما يمكنش عاوتاني ما يكونش عندنا فكره كاع على شنو باغي نخدموا في السيت ويب ديالنا ونكريو السيت فهنا غادي نلقاو مشكل. اما مثلا الا كان عندنا واحد الفكره مثلا كانت عندنا فكره اننا باغي نخدموا على شي حاجه ديال الهيلث ولا شي حاجه ديال الفيشين ولا الفارمين او لا شي حاجه ديال الاوت دور فهنا ما غاديش نلقاو مشكل. الا مثلا كانت عندنا فكره من قبل فهنا ما نلقاوش مشكل في لا كرياسيون. اذا نجي هنايا
ندير انزل مثلا واحد واحد النيش اللي نخدم عليها. فمثلا انا غناخذ بار اكزومبل النيش ديال الكاتس غير باش نشرح لكم غير الفكره وتفهموا كيفاش تقدر تقلب على واحد النيش اللي غادي تخدم عليها. فملي غتهز هذيك النيش مثلا تقدر تمشي تقلب عليها في جوجل ترانس وتعرف شحال ديال السيرش كيدار عليها وبزاف ديال الحوايج. في ان لا فورماسيون فغادي تكون صغيره ما غاديش ندخلوا في كاع هاد الديتيلز. اذا كيف ما قلت لكم غادي ناخذوا مثلا النيش ديال الكاتس هنا نفرمو هاد لو سيت ويب فغتقيدو عندكم وهذا راه غادي يطلع عندكم في لا فيديو باش تسجلوه. نفرميو هاد لاباج. فمن بعد ما اننا خدينا النيش اللي غادي نخدمو عليها اللي قلنا هي الكاتس، ثاني حاجه غادي نديرو هو غادي نمشيو لانستغرام. ف بالنسبه للميثود اللي غادي نخدمو عليها اللي غادي نجيبو اللي غادي نجيبو بها عفوا الفري ترافيك فهي الميثود ديال انستغرام. ولكن قبل غادي نمشي غادي ناخذ دومين نيم. فباش ما تجيش باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف غادي نخلي اننا ناخذ الدومين نيم حتى لا فيديو الثالثه وهكا ما غادي يجيكمش الملل. اذا نشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.